وأيضا من القدس تنضم إلينا مراسلة الحدث لانا كلغاصي. ولكن قبل أن أتحول إلى لانا، تشاهدون معنا عبر هذه الأصوات، ربما تستمعون إلى الأصوات، بأن هناك بعض العمليات ربما تجري في ظل إعلان عن الهدن، وأنها ستكون لأربع ساعات يوميا. سيكون خلال هذه الساعات توقف للقتال، وذلك وفقا للبيت الأبيض. أعود إليك لانا، في ظل هذه التصريحات عن الهدنة لانا من قبل البيت الأبيض، والآن يبدو بأن هناك تنفيذ لأكثر من ضربة، نستمع. على ما يبدو بأن هناك أيضا إطلاق رصاص، صوت لإطلاق رصاص، ليس فقط لغارات أو قصف مدفعي. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير، لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.